اختار مؤسس جامعة الزيتونة بلدة بيركلي الجامعية مقر جامعة كاليفورنيا الضخمة للاستفادة من خبراتها وأساتذتها ولتأسيس جامعة متواضعة البداية لكن بأحلام كبيرة. في مدرسة يهودية، كلية يهودية في نيويورك، خرجت ثلاثة من فائزي نوبل، جائزة نوبل. فنحن نريد أن نشارك يعني في الحياة الأمريكية، وحتى امتدادا من هنا أن نشارك في الحياة الفكرية في العالم. وقبل الوصول إلى العالمية، بدأت الجامعة بكليتي اللغة العربية والفقه خدمة لطلبتها من الأمريكيين والجيل الثاني والثالث من عربي ومسلمي أمريكا. واحد يريد أن يتعلم لغة ويتعلم الدين، يعني خصوصا الدين من المسلمين، لأن اللغة العربية هي لغة القرآن ولغة الإسلام، وأريد أن أفهم القرآن على مستوى عميق. لكن تحقيق أهداف الجامعة العميقة والواسعة يواجه عدم توازن بين الحلم والإمكانات المادية. إذا تنظروا إلى بعض الخبثاء في أمريكا الذين فعلا يشتغلون ليل نهار ليشوهوا صورة الإسلام للأمريكان، عندهم ميزانيات، عندهم منفقين، عندهم من ينفق عليهم بالملايين. عندنا رجل واحد فقط عنده 3 ملايين لمؤسسته، يعني فهذه مصيبة، هذا ضعف الميزانية التي عندنا. ونحن نريد أن نؤسس كلية ونشارك ونبث الفكر عن الإسلام الصحيح في أمريكا، حتى يتخرج من هنا أناس يكونون ممثلين للإسلام والمسلمين، ليس فقط في ولايتنا أو في مدينتنا بل في أنحاء العالم. كان الجهل على ما يبدو من الأسباب الرئيسية وراء الحملة غير المسبوقة ضد الإسلام والمسلمين في أمريكا هذا العام، وهو العام نفسه الذي شهد افتتاح جامعة الزيتونة في هذه البلدة الجامعية. ويبدو أن أصحاب الفكرة قرروا إضاءة شمعة في هذا الظلام الفكري الدامس، بدل الاكتفاء بلعنة الظلام. محمد العالمي، الجزيرة، من بيركلي، ولاية كاليفورنيا.